الكيك باش يجينا مزيان. بالنسبه للكيك ديالي كنخدم البيض مزيان مع السكر كيكونوا عندي حسب القياس اللي متوفر عندي. راه تقريبا كل بيضه كيكون فيها كاس ديال الدقيق. ملي كنجي نضيف الدقيق كنخدم مزيان طبيعه الحال البيض مع السكر حتى كيضاعف الحجم ديالو. كنزيد باقي العناصر متوفر عندي سواء الزيت الياغورت اللي متوفر عندي. بالنسبه للدقيق كنزيدو حتى هو تدريجيا وكنخلط من تحت لفوق وما نخليش لاباط خفيفه بزاف وما نخليهاش بطبيعه الحال عاوتاني قاصحه بزاف. الطريقه ديال الطهي باش يطلع لي الكيك مزيان، والخميره دائما انني كيماويه نغربلها مع الدقيق. بالنسبه للطهي كيكون ضروري الفران مسخناه من قبل، وملي كنفا كندخل الطيب كنخلي الفران مشعول غير لتحت حتى كتبقى تقريبا كدوز واحد نص ساعه، من بعد كنطفي لتحت كنشعل الفوق باش كتكمل الطهي ديالها، وكتطلع تقريبا ساعه الا ربع حتى ساعه ديال الطياب حسب شحال البيضه درت فيها. وبالصحه والراحه.